أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من استوديو رياضة في محطة تلفزيون MEA. أحييكم وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الرياضة في أسبوع. هذه الحلقة ليست تملك الأخبار الرياضية، بل تملك شخصية رياضية كبيرة نستغله وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعيناه لزيارة ديترويت ولزيارة زملائه وأصدقائه في الجالية العراقية. إنه كابتن منتخب العراق السابق وأداء كبيرا ضمن شارك في بطولات عديدة في 100 و200 و400 في 100 ركض، وكان علاوة على هذا قاد اتحادات وكان عضوا في اللجنة الأولمبية وفي اتحادات الآسيوية، وأيضا كان طيارا ماهرا. إنه اللواء الطيار هشام عطا عجاج. أهلا بك كابتن هشام، وأنت في ضيافة تلفزيون MEA وبرنامجنا الرياضي، وأنت مقابي تشوف الجالية مالك إن شاء الله متوفق بها. زيارتك لهذه الجالية، طبعا أعطيك الكلام تتيح به للجالية. أخ نظير، بالبداية أنا أشكرك على هالمقدمة اللي يعني أنا ما أستحقها يعني كلها. طبعا اكثر من هاي كابتن هشام. الله يخليك، الله يحفظك، ويعني احيي مشاهدي القناه الفضائيه MEA، واتمنى ان شاء الله انا وياك نصل الى فد حل يفيد الرياضه العراقيه. نعم كابتن هشام، اعطيني نبذه سريعه عن حياتك الرياضيه، شلون بدات ويا من بدات وشلون لعبت يعني وانتهاء نهايه شلون كان بكره القدم؟ أنا كنت يعني بالمدرسة الابتدائية كنت ألعب كرة، يعني تعرف إحنا كنا بالأزقة والشوارع مالتنا هذا، وبعدين بالمدرسة لعبت أنا واختاروني لاعب ضمن المدرسة، ومن المدرسة الابتدائية أخذت أحسن لاعب كرة قدم، وبعدين المتوسطة، وبعدين الإعدادية المركزية لعبت، وبعدين منتخب الشباب العراق يعني لعبوا وياي لاعبين معروفين المرحوم عبد كاظم وال مرحوم سلمان داود وقيس حميد، كثير برعاية الأستاذ المرحوم هادي عباس، وكان واحد نعرفه إحنا باسمه جرجيس أبو الكبة. بعدين نقلت إلى قبلت في قيادة في القوة، كلية القوة الجوية، ورأسا مباشرة التحقت في القوة الجوية في فريقه، عندما كان هناك عمالقة يلعبون في هذا الفريق أمثال المرحوم عمو بابا وعباس عمادي وفخري وحسين هاشم وصاحب بعدين جاء وياي يعني هذول وحامد فوزي الله يرحمه، يعني هذول النخبة، وأنا جيت ألعب وياهم، يورا وأديسن أيضا من كانوا موجودين، فاستمرت في القوة الجوية، ومن القوة الجوية مباشرة يعني ماكو فد مثل ما يقولون فتقاب أو فترة زمنية كلش قصيرة، دعيت إلى المنتخب العسكري، ومن المنتخب العسكري لعبت من المنتخب العراقي لكرة القدم. يا سنة كانت لعبت المنتخب العسكري؟ العسكري 62 مع بلجيكا في ملعب الكشافة، وكانت هذا الهوم مالنا، والأوي لعبنا أيضا وياهم في بلجيكا. والمنتخب الوطني؟ منتخب الوطني أنا استمرت يعني ألعب وياهم، بس مو لعبات رسمية. الأول رسمية هي 1964، كانت تصفيات أولمبياد اللي لعبناها مع إيران، كانوا خسرانين الفريق، أنا ما رحت وياهم الإيران، كانوا خسرانين الفريق في إيران، ومن جوي تعادلنا، وكنا يعني بعد قاب قوسين يودنا أنه نغلبهم، لكنه النتيجة كانت التعادل. جمهور دائما الاحظاني من تقابلهم بين الجاليه هنا، اول ما تجي ذاكر عليهم مباراه كاس العرب عام 66 والنهائيه مع سوريا، يعني دائما يسالون هالسؤال لك وتجاوبهم، فارجو منك ان تجاوب هذا السؤال للجمهور الكريم، لان هو سيريد يسالون هالسؤال ما يقدرون لان يشوفوك بالتلفزيون. اخ نظير، 1966 احنا كان المنتخب مالنا حقيقه كان عنده معسكرات كل الجيده اللي قدام، مثلا كنا نلعب ويا الزمالك، لعبنا في ليبيا مع تونس ومع المغرب، هاي فرق قويه جدا كانت. نعم، فمن جينا يعني لعبنا جينا هنايا للعراق،
لعبنا ايضا من المعسكرات مالتنا ولعبنا ويا شنغهاي غلبناهم 4. فكانت يعني تهيئه الفريق بشكل جيد جدا يعني. فمن لعبنا في كاس العرب سنه 66 حقيقه اكو هناك حقيقتين يجب ان نذكرهم يعني في اي وقت كان. اولا هذه البطوله اللي حضرتك تفضلت وذكرتها والعالم كله يذكرها، اولا كانت منقوله بالتلفزيون، اثنين كان العنصر النسائي يعني يغلب العنصر الرجالي، وخاصه في لعبه البحرين هي كانت صباحي، فطالبات الكليات كلها حضرن هذه. اضافه الى ذلك المسؤولين الكبار مثل رئيس جمهوريه رئيس وزراء قام يحضر بالوقت اللي كانت النظره للرياضي انه هذا فاشل بالدراسه وجاي يصير رياضي يعني. فمن شافوا الرياضي الى فد مكانه بارزه عند اهله عند اقربائه عند الجمهور مالته في شعبه في وطنه، زين بدت الامور يعني تتغير. بعدين هذه البطوله يضيف لها، هذه لازم نذكرها بشكل امانه، انه صوت مؤيد البدري اعطى لهذه البطوله فنكهه يعني حلوه وجميله، وظلت في ذاكره العراقيين لانه اول مره ينقلوها بهيك شكل وهيك كثافه، صوت الاستاذ مؤيد، صوت الاستاذ مؤيد، والله ان شاء الله يقوم بالصحه والسلامه ان شاء الله. فهذه ايضا همينه فاستمرت. فبدا الرياضي ينال مثلا ثقه الجمهور وينال ثقه المسؤولين وبدا يستمرون في دعمهم الى هذا، الى ان وصلنا الى مرحله الاحتراف والسيارات والبيوت والشقق يطهم. فريقنا اللي كنا نلعب وياه ما حصل كل شيء، انا والله ما اتكلم عن نفسي، لان يعني انا كان راد في زين وكذا ومكانتي، لكن اللاعبين القدماء كلش ما حصلوا. عكس اللاعبين اليوم وهم يجوا يلعبون. يعني اشوف عندهم مشاكل بين الاتحاد وبين الانديه ويا المنتخب. استاذ نظير احنا اللاعبين مالتنا مال المنتخب كانت المخصصات مالهم 3 دنانير. 3 دنانير كان هذا اللاعب اللي كان ينزل الى الساحه عبالك اسد ويذب كل طاقته، زين يذبه بالملعب حتى يغلب الفريق وحتى يرتفع العلم العراقي في المسابقات الدوليه. فكان رغم انه القله الماديه للراتب اللي كان يتقاضاه كان يبذل مليون مره بقد الثلاث دنانير. يعني فد مره قلت له المرحوم عادل بشير، قلت له سيدي هاي 3 دنانير ما تكفي لاخواني هذا اللاعبين، فبلشي يعني تسال المسؤولين شويه زيدوها. قال لي يا وشام لا خليها هسه كذا مصلاوي باللغه المصلاويه. اي هو مصلاوي الله يرحمه برحمته، كان انسان فاضل. فبعدين جاني ورا شهرين ثلاثه قال لي وشام زيدتهم وهذا سويتهم 5 دنانير. صور يعني هاي 5 دنانير بالوقت اللي هسه الان ياخذون هذا. هو طبيعي الحياة كلها تبدلت أخ نظير، من الحالة المعنوية الآن كلها الحالة ارتبطت بالمادية صح. يعني كل شيء تقدمه تريد مقابلة، لأن العيشة صارت غالية وتكاليفها كثيرة يعني. فلهذا اللاعب ما أنه قام يأخذ، يعني إحنا سنة 1983 رحنا الى شو اسمه 93 العفو الى قطر تصفيات همينه كاس العالم، وكان ايضا همينه يعني مشهوده لها. اول مره احمد راضي راح يعني عقد، وبعدين اللاعبين استمروا بالعقود وعقود يعني ثمينه يعني جدا. فهذا الفرق بين هذا وهذا. اما انه تقول لي اللاعبين الان اللي موجودين الان، لو تسألني رأيي هل هم منضبطين بقد ذولاك اللي كانت مخصصاتهم 3، أنا أقول لك لا. الدليل على ذلك نوبات أنا أشوف بالفضائيات يجيبون لاعب يعني مشهور، ما أريد أجيب أسماء لأنه صاروا كثرة، يمكن أنسى واحد يقولون ليش ما قال فلان، لكن هذه حقيقة. يجيب هذا هيك قال اللاعب وهذا هيك قال النادي ورئيس الاتحاد رئيس النادي مو المشاكل مو زين يعني. لا ما أكو مبرر انه اني انشر الغسيل على العالم كله. انا عائله ضمن النادي ضمن الاتحاد ضمن اللجنه الاولمبيه، احنا عائله. العائله تتكون من الاتحاد
زائد المدربين، زائد مساعديهم، الجانب الطبي، الجانب الإداري، زائد اللاعبين. هذول لازم ما يطلعون يعني مشاكلهم وينشروها، لأنه يصير فتكره للمنتخب بالوقت اللي اللاعب يحتاج التشجيع من كل الجمهور اللي موجود. فإذا سمعوه يتكلم بطريقة مو زينة على لاعب آخر أو على مدرب، هذه مو صحيحة. فأنا أقترح من الآن وللمستقبل، وأتمنى من إخواني بالاتحاد لكرة القدم والمدربين أنه يسوون محاضرات للاعبين، يقولوا لإخواني ماكو تصريحات، لا حد يصرح ولا هذا. أي مشكلة الآن عندكم أنتو كابتن مال فريق، حتى أعطيه أيضا همينة فد معنوية ودعم للكابتن مال فريق، لأن هذا راح ينزل للساحة ويصيح عليهم تقدم أنت وارجع وهذا. فلازم يكون عنده فد شخصية مؤثرة. وأنا أجيب دائما، إحنا كنا مثلا نعتمد على رعد حمودي، وكنا نطي إله قبل ما نطي حتى المرحوم عمو بابا الشغلات، هو يعني روح ناموا كذا كابتن منتخب العراق. فالاتحاد والمدربين والمساعدين وكلهم يطوا محاضرات. إخواني الآن إحنا عائلة، ترى راح يصير بيناتنا شغلات زينة أو مو زينة، ممنوع التصريح، ممنوع أي شيء. أي مشكلة تصير خليج اللاعب يجي على الكابتن، ما قدر يحلها يروح على المدرب مالته، المدرب ما حلها يروح على الاتحاد. وأعتقد الاتحاد هو أبو لكل اللاعبين سواء كانوا المنتخب أو الأندية. فلهذا أنا يعني أنا طبيعة عملي أنا في الاتحاد ما أحب مشاكل يصير في هذا، لأن تأخرنا يعني نص تفكيرنا يشغل بمشاكل، ونص الآخر يلا نعطيه إلى المنتخب ونعطيه إلى هل أكو علاقة بينك وبين الاتحادات والأندية والمنتخب؟ أنا يعني أنت أو الأشخاص موجودين في قطر رياضيين كبار، إحنا أي فريق يجي بغض النظر عن كرة قدم أو كذا نزورهم، يعني نروح نشوفهم، نشوف اللعبات مالتهم، نروح لهم للفندق كذا. يعني هذول مثل ولدنا، اكو قسم منهم حتى المدربين يعني ولدنا، احنا ربيناهم، احنا تعبنا عليهم سويناه، يعني سواء كان اني او استاذ مؤيد البدري او عبد القادر زينل أو يعني ساعد نادر جال والباقين، يعني ما اريد لانهم كثيرين الموجودين، يعني بزياره مستمره، يعني احنا من هذا بلدنا وهذا فريقنا، يعني فنحضر وياه ويشعدنا نوبات، نقول لهم يعني للمدرب الرئيس الاتحاد أو رئيس الوفد. المنتخب الحالي أنتوا تشوفوه دائما يلعب في قطر، نعم، عبر الشاشات التلفزيون، شلون تقارن المنتخب الحالي مع المنتخبات الوطنية في ستينات وسبعينات أو في الماضي؟ أستاذ نظير أني، إحنا كنا لما نلعب منتخب العراق ما كنا نلعب مع كل دولة عربية سوى كانت مصر وأحيانا ويا سوريا، وبكأس العرب نلعب، لعبنا ويا ليبيا، ولعبنا ويا لبنان، ولعبنا ويا الأردن، ولعبنا ويا الكويت وأخذنا الكأس. وستة وستين الفريق تعرفه أنه ليبيا وسوريا ولبنان نشترك. إحنا كنا ما نفضل أو نحبذ أن الفريق العراقي يلعب مع دولة من دول ضعيفة كرويا، لأنه هاي أصلا هي تتقوى، أنا ما أتقوى، لأن أنا مدى ألعب بيا فريق قوي يعني تتقوى. عنده فد ميزات حتى أنا أستفاد منها بالمستقبل. فكنا نلعب ويا ترشين التشيكي ويا الفشاش المجاري ويا سبارتاك الروسي ويا ألمانيا الديمقراطية، يعني هاي الفرق، ويا مصر لعبنا في معرض طرابلس الدولي، الجزائر حتى قبل ما أنا أجي لعبوا وياهم، أي لعبنا معرض طرابلس الدولي مع تونس ومع المغرب ومع ليبيا، يعني هذول فرق. هذا لعبنا مصر عدة مباريات سواء كان على المنتخب أو على لعبنا ويا سوريا مثلا، أو تركيا كنا وإيران نلعب وياها، يعني تركيا كانت فريق قوي يعني قوي، صح، واحد من المرات غلبناهم يعني في ملعب الكشافة المنتخب العسكري ماله اللي كانوا يعني أفراده بالمنتخب حتى في
محترفين مثل نجمي حامل هدف التركي كان في ألمانيا يعني. فأني أقول الآن من فريقنا أو لاعبين راحوا، مو بس كرة قدم ترى، راحوا هذا مدربين مال طائرة، مدربين مال بيم بوم، مدربين يعني مو بس كرة القدم. فهم استفادوا، إحنا ما استفادينا يعني، ما استفادينا. هسه دورات الخليج يعني في الدورة كلش مهمة صايرة بالنسبة لهم. يعني إحنا كنا إيش يعني نلعب إيه، فاستفادوا هم، استفادوا ليس من الناحية الفنية فقط. شوف هسه الآن أنا والله شفت قطر وشفت السعودية وشفت الإمارات وشفت البحرين، وهذا يعني عندهم أندية تقول ولا في أوروبا عندهم أرضية مال اللعب، ولا في أوروبا موجودة التجهيزات، هذا كل الملاعب ابتديت يعني فيها كل مستلزمات الاتحاد الدولي اللي يريده، سواء كان على مستوى الدولي او على مستوى الاسيوي، أندية كذا. احنا ظلينا لا بنينا ملعب ولا بنينا كل شيء كذا، غير هذا ملعب العمارة وملعب الكركو، والان سووا يعني ملعب يعني البصرة. انت تصور هذه اشياء يعني من تأثير ما يحدث في اليوم في العراق؟ هاي واحدة منهم يعني سعد. طبيعي هذا انت لا تقول لي ما هي المشاكل، اقول لك عدة مشاكل، بس هي هاي واحدة منهن. ما توفرت الملاعب يعني حتى تتوفر بها الامن يعني الحالة الامنية، يعني لا سمح الله اذا صار فد اي شيء بالهذا مثل اللاعب المدرب قتل مال نجف، اي مال كربلاء، صار مال كربلاء. الحقيقة انه الملعب حتى متخطط له لازم تسوي المخارج على قد الكاباسيتي، يعني سعه الملعب للمتفرجين، انه خلال 4-5-6 دقائق لازم طالعين كلهم مخارج، يعني تكفي خروج هذول الجمهور كله. فهم استفادوا بالملعب وبالقاعات وبالتجهيزات، احنا بدينا نتراجع يعني عندنا حصار وعندنا الحروب وعندنا الأشياء اللي صارت كلها، وهذه أشياء تأثر يعني مو أنا لو تقول لي يعني هذا أقول لك أكتب لك يمكن في الدفتر على الأسباب. يعني مثلا مدربين، أنا لو تسألني إلي تقول لي يعني رأيك أنه تقول مدربين، أقول شان المفروض يحيى نزار مثلا، عبد الله، ناظم شاكر، يعني الباقي جمال علي والباقي أدسهم دورات يعني مستمرة 3-4 أشهر معايشة مع المدربين، لا مدربين أجانب يعيشون وياهم، شوفوهم يعني كذا، مع احترامي لهم لأنه هم ما يعني فرصة الاختلاط صارت قليلة كلش، ماكو عندهم متخرج ماخذ البي أو السي أو الآي قبل حوالي 20 سنة. لكن هذه يعني مثل الدكتور يعني مو يحضر، مثل المهندس، مثل الضابط، مثل اي واحد من يريدون يطورون يدزوا الى دول متطوره، فاحنا مقصرين بهالناحيه يعني. لكن دعوكم مثلا تجون للعراق، نعم تعملون اما بالانديه او بالاتحادات او بالوزاره، يعني شان طبعا من حقك ان ترفض هذه، لأن شوف الوضع في العراق أو عائلتك خارج الوطن، يعني شلون تقدر هالظروف لما يسألوك يعني كعصير وزير الشباب أو تعال رئيس اتحاد؟ أخي نظير أقول لك في شغلة، أنا الإعلاميين على اتصال وياهم واحد واحد، وباليوم فد 6-7-8 اليوم شفت هذا كاتب لي في الجريدة هلقد يمكن 20 سؤال، يعني هيجي أنا ما أتعجز أكتب لهم يعني بالهذا شغلة. بس أقول لك شغلة، مهما كان سواء كان رياضي أو 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 أو, 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 أو جميع الوظائف اللي مال الدولة، شي يعطي هذا الشخص للوطن يعتبر مقصر به، لأنه أغلى شيء للإنسان أن يعطي الوطن ويعطي المن يعني. أنا تربيت على الأرض وأكلت وشبعت من هذه الوطن، فما معقولة أنه أنا أرفض مثلا فد شغلة معينة هي بها فائدة الوطن أبدا، إلا إذا كان أكو فد خلل موجود عند الإنسان هذا اللي يبتعد عن أن يعطي البلد. لكن أنت تريد من عندي شغل يعني باكر، أنا إذا أجي لازم
اخلي على الاقل فد يعني فد درجه متقدمه زين تخطو الى الامام في تطوير الرياضه العراقيه مو كره قدم. فلازم اني القي ناس اللي حولي اولا يفهموني، اثنين يعني اني افهمهم، وبعدين شويه شويه نكبر هذه بدون تدخل الناس اللي هم ما لهم علاقه بالرياضه. يعني اللجنه الاولمبيه يفترض مسؤوله عن الرياضه والانديه، الرياضه والانديه. هسه اللي ظروفنا احنا ما يساعد، الانديه يجب ان تعتمد على وزاره الشباب والرياضه من ناحيه الانشاء، من ناحيه التصريح، من ذلك. لكن اما انه هو يختار مثلا الهيئه الاداريه ويختار اللاعبين ويتدخل بشؤونهم، طبعا هذا ما يصير. الهيئه الاداريه مرتبطه باللجنه الاولمبيه، لان هي اللجنه الاولمبيه بيها اتحادات وبيها انديه. صح. يعني اذا خالفت وزاره الشباب اصلا ما يجوز كيان سياسي، كيان وظيفي حكومي يتدخل بالرياضة. هاي مو بس كنت حد كرة القدم، وإنه باللجنة الأولمبية الدولية أيضا بعيدة عن الحكومة. لكن إحنا كدول يعني موجودة، المساعدة إذا ما نتلقاها من الحكومة ما نقدر نعيش. صح. فلازم نخلي لها فد أسس بحيث تتلائم مع تعليمات الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية. أعزائي نتوقف لحظات مع هذا الحديث العظيم الجميل مع الكابتن هشام عطا عجاج ومع هذه المجموعة من الإعلانات التجارية. مرة ثانية نرحب بكم، ومعنا الكابتن هشام عطا عجاج أحد قادة الحركة الرياضية في العراق، واليوم هو في استوديو الرياضة. كابتن هشام، جت لي فكرة في كأس العرب نهاية مع سوريا. نعم. والحامي هدف فارس السلطشي. نعم. كنت قاعد أنا بالملعب وأنت كنت من خيرة اللاعبين، لكن أنت والقاسم زوية كنت محصورين مثل نقول مكبوسين من قبل دفاعية، لأن ظهرتوا مستوى جيد وأهداف كثيرة أثناء البطولة، لكن حسب معلوماتي تحولتوا تعطون باصاتكم إلى قرقوي إسماعيل الذي على أثرها كان إلى مجال وكان أكثر مفتوح. نعم. يعني سجل هدف. نعم. شون يعني تحدث هذا الحدث الذي فزنا به كأس العرب فيه؟ أخي نظير، يعني الفريق كله كان مهيئ أنه نأخذ كأس العرب، إحنا يعني كلتنا. إذا كان نخسرانين 1-0 في الشوط الأول، الشوط الأول، بس إحنا كنا مهيئين أن نأخذ كأس العرب، لأن قلت لك إحنا تحضير وتهيئتنا بالمعسكرات كان جيد جدا، كلش يعني ممتاز يعني. فإحنا من جينا مثل ما نقول فد واحد يعني بس يقول هدوني حتى ألعب، رغم انه احنا خسرنا 1-0، احنا كنا نلعب زين يعني كل زين. ما خسرنا في الشوط الاول. الشوط الاول اقول 1-0. الشوط الاول هذا انا احكي عن نفسي الان، هذا انا كنت مصمم ان اقول، اريد اقول، ومرتين انفردت. يعني لو الان تعطيني طوبه بهذا العمر اقول لك اراوغه واذبها. زين اعطيتها بحضنه واخذها من عندي الجولجي. لكنه جدي مثلا المرات تحولنا الى جورجيس الكره قول جولين. كره القدم ما يلعبها لاعب، لا هشام ولا غير هشام ابدا. كره القدم هو 11 لاعب، الفضل يعود من حامل الهدف الى اللي يسجل الهدف. فاحنا لزمونا انه، لكن احنا اكو عندنا خيار اخر، عندنا زميلنا ثاني يلعب بالخط الهجوم او بالشبه يعني. فلهذا يعني احنا فزنا لانه حولنا كل كراتنا الى جورجيس، وجورجيس احنا سميناه ابو الشدايد. فالرجل الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله. هسه خلينا نرجع على بعد ترك كره القدم، تفرغت العمل في الاتحادات. نعم. في اللجنه الاولمبيه. نعم. في مراكز. نعم. في انديه. نعم. واتحادات اسيويه. فنبغى مستصر عن مراكزك وشون استمريت بيها. انا يعني انا استلمت اول شيء عضو اتحاد كره القدم ويا استاذ مؤيد البدري ويا صباح مرزا الله يرحمه،
عمد نجيب كابان ونوري وشامل كامل وثامر محسن الله يرحمهم، يعني ذول مثل ما نقول الرعيل الأول اللي أنا اشتركت وياهم بالسبعة وسبعين. فبسنة التسعة وسبعين أنا صرت رئيس اتحاد كرة القدم، انسحب مؤيد أستاذ مؤيد البدري لأسباب يعني ما أحب أذكرها يعني. استلمت الاتحاد وأخذنا كأس الخليج في وقتها، ولعبنا مال تصفيات كأس أولمبياد موسكو، لكن صارت اللعبة مال إحنا والكويت، وبعدين أيضا انسحبوا وإحنا شاركنا أيضا. صرت رئيس اتحاد، صارت الحرب العراقية الإيرانية، بما أنه أنا عسكري وعندي مسؤولية، فظليت لمدة سنة أنا أشتغل يعني من إلى بداية 81. كان وزير الشباب الله يعطيه الصحة والعافية الآن أستاذ كريم الملة، فاتصلت بي قلت له أستاذ كريم ترى أنا ما أقدر أستمر، لأنه ترى واجباتي بدأت تعيقني من العمل يعني في الاتحاد، فأرجوك أن تقبل استقالة. أول مرة رفض، أول شهرين شاف يعني مثل ما نقول لا بد منه، فوافق فأنا انسحبت. بعدين رجعت بسنة 1985 اشتغلت بالاتحاد الجوي العراقي. الاتحاد الجوي هو واجبة تدريب طيارين يعني مدنيين، نعلمهم الطيران ونعلمهم القفز بالمظلات. أي سنة 1987 صرت نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصرت بعدها يعني مدة كلش قصيرة صرت أمين عام للجنة الأولمبية. سنة 90 صرت نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وترشحت للاتحاد العربي لكرة القدم سنة 80، وسنة 90 ترشحت إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذه يعني التسلسل هذا، ومسكت يعني نادي القوة الجوية لثلاث مرات متتالية، واستلمت نادي الأعظمية، واستلمت نادي الشهيد عدنان اللي هو تعليم القفز بالمظلات والطيران أيضا همينة، وأسسنا إحنا أنا واحد من المؤسسين أيضا هذه هذا إلى أن يعني صار وأنا يعني إلى أن صارت 2003 والظروف، أنا كنت نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. نتحول الآن من كرة قدم إلى ألعاب الساحة أو ألعاب أداءات كثيرة شاركت وبطولات حصلت. أعطيني نبذة عن ركض، خلينا نقول ركض السريع. أنا كنت في كلية القوة الجوية، قلت لك أنا رحت إلى الفريق الأول لكرة القدم والقوة الجوية، كان موجودين صالح فرج وعبد الجبار الصالحي وصالح مهدي عماد، كانوا هو بالتدريب هذا، فشافوني أركض كل السريع، فكان سباق مع القوة الجوية وحدات القوة الجوية يعني القاعدة الفلانية. طيب صلاة كان وياكم؟ لا بالمدني يعني هو أنا يدحش على العسكر، فركضت ثاني بال يعني سباق القوة الجوية وحدات القوة الجوية حصرا بقوة جوية، فطلعت أول وبالمئتين وأربعة في مئة بريد، يعني كنت يعني أركض. فلهذا قالوا لي صارت سباقات الجيش، قالوا ليش مشارك؟ قلت له يا أباني هسا يعني كرة القدم واني شي يجيبني لهذا، رغم أنه أنا بالإعدادية المركزية شاركت بالمئة والمئتين متر مع عدنان العسكري، كان عداء ممتاز وإنسان طيب مرحوم عبد كاظم، كان هم عبد كاظم ركض إحنا في سباق الله يرحمه برحمة الواسعة إن شاء الله، إحنا شاركنا جيش وشرطة وأندية أهلية، الفاينل الراكض الأخير أنا والمرحوم عبد وخضي الزراطة، فهاني سلموني أول يعني قبل المرحوم عبد وقبل خضير زلاطة، فأني استلمت الكرة أنا كنت سريع يعني حتى استلمت العودة يعني شو اسمه وركضت يعني أني طونياها مسبقا يعني، وأنا ركض سريع، فالمرحوم عبد طلع ثاني وخضير زلاطة الأندية الأهلية طلع بالثالث، مو ركضت المية يعني لو راك 4% بريد، أنا طلعت ثاني بالمية وأول بالمئتين متر. كابتن هشام
بعدين حول الى رتبتك العسكريه. اعتقد كانت هذه احد اسباب بين انت تركت الكره من وقت، لان رتبتك العسكريه كنت طيار لفي اي بي خلينا نقول في الدوله. يعني اي رتبه تركت وشون تركت الرتبه العسكريه واي سنه؟ انا ترفعت الى رتبه رائد، تكلفت بواجب عسكري. يعني هذا الواجب كان يمنعني من انه يجب انه اهتم بهذا الواجب اكثر من واجبي، رغم انه انا يعني اقول لك اياها بصوره صحيحه، انا هاوي ترى رياضه وليس محترف. يعني ما اخذت الرياضه ك مثل ما نقول كمفصل، فلوس ما تفيدك، يعني ما تهتم بها. قصه الفلوس انا راتبي الحمد لله كان طيار، يعني راتبي كل زين، لكنه ما كنت يعني متفرغ كليا للرياضه. يعني كان الفريق المنتخب يلعب انا اطير اجي عليهم ويعرفوني انا اطير عليهم، يعني فوقهم اشوفهم، العصر اروح وياهم اتدرب. يعني فتكلفت بواجب عسكري، شفت نفسي انه انا راح افشل بالثنين، لا الرياضه ولا العسكري ولا العسكر. فحسبتها يعني كمحصله انا مستقبلي هناك وليس بالرياضه. الرياضة انعرفت بها والحمد لله والشكر، أعطيت اللي أقدر أعطيه لبلدي والوطني وهذا. بعدين تفرغت للعسكر رغم أنه أنا ما اعتزلت يعني رسميا، رأسا تركت. يعني قالوا لي قلت لهم بعد ما أقدر ألعب. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا الرياضية ولقاء رياضيا مع الكابتن وعملاق من عمالقة الرياضة العراقية هشام عطا عجاج. أستاذ هشام طبعا شكرا على هذه الإتاحة اعطيتنا لجمهورك وللجالية ولزملائك. يعني كلمتك الأخيرة. أنا والله كلمتي الأخيرة أنا أشكرك أستاذ نظير، لأنه أنت متابع صغيرة وكبيرة لكل، مو بس الهشام عطا عجاج، وإنما حسب علمي أنه أنا أتصل بهم أنه كل الرياضيين اللي يجون إلى ديترويت ومن خلال النادي الرياضي الكلداني العراقي الأمريكي حضرتك والإخوان الموجودين تقدموا كل المساعدة لهم. فأني أشكرك لك وأشكر النادي وأشكر كل الجالية العراقي، لأن وين ما نروح الحقيقة الترحاب والأهلا وسهلا والدعوات والهذا كل هذا، يعني أشكرهم يعني شكر ما أقدر أقول لك إلى حدود أشقد، وإنما يعني هاي راح تبقى في ذاكرتنا إنه عندنا إخوان هنا بأمريكا يقدرون الإنسان اللي أعطى البلد بقدر ما يعطون الرياضيين أيضا. شكرا كابتن هشام. أعزائي كان هذا اللقاء رياضيا مع الكابتن هشام عطا عجاج. إن شاء الله لقاءات رياضية أخرى حين زيارة رياضيين إلى الجالية العراقية. تصبحون على ألف خير.